أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية. والبداية مع أهم العناوين. في الهيئة نت، في حديثين منفصلين، مقتل وإصابة 4 أشخاص بينهم ضابط في القوة الجوية شمال وشرق بعقوبة. في المدى، البصريون يشترون ماء الشرب بالدولار. في كتابات العراق، العبادي يلغي قرار سحب الحشد من المدن. في الجزيرة نت، أمريكا تقلص مساعدتها والسلطة الفلسطينية تعتبره ابتزازاً. في العربي الجديد، تجدد التظاهرات في البصرة وحملة لمقاضاة المسؤولين الفاسدين. في القدس العربية، الدفاع الروسية، أمريكا وبريطانيا وفرنسا تحضر لضربات عسكرية على سوريا. والختام مع الحياة، وفيها واشنطن تلغي 200 مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين. في مقابل الانتفاضة الشعبية المتواصلة في الجنوب، نظمت الحكومة ما يشبه الهبة لتلبية بعض مطالب هذه الحركة. هذه التلبية تتركز على إطلاق تخصيصات مالية لمشاريع معطلة أو مؤجلة ظلت محتجزة، تعطيل هذه المشاريع مدة طويلة أو تأجيلها، وتعود أسبابهما في الغالب إلى الفساد الإداري والمالي الذي استنزف تخصيصاتها المالية ولم يترك شيئاً للأعمال اللازمة لإنجازها. أكثر هذه المشاريع وعددها بالمئات وموزعة على كل المحافظات، طارت تخصيصاتها بعد حفر أساساتها مباشرة أو حتى بمجرد وضع الحجر الأساس لها، بحسب الكاتب عدنان حسين في مقال له نشرته صحيفة المدى. الشيء المهم ليس فقط إطلاق التخصيصات لبعض هذه المشاريع أو كلها الآن أو لاحقاً، بل أيضاً مراقبة مصير هذه الإطلاقات، فما من شيء يضمن أن كل دينار تطلقه الحكومة ووزارتها سينفق على مشروعه ويصل إلى هدفه. هذا الشك يركن إلى واقع أن الفاسدين الذين ابتكروا كل هذا الخراب الذي ينتفض العراقيون في سبيل وضع حد نهائي له ما زالوا في أماكنهم، لم يبرحوها أبداً، ينتشرون في دواوين المحافظات ومجالس المحافظات والدوائر البلدية والصحية والتعليمية والزراعية والصناعية وسواها، وفي المديريات العامة والوزارات. نعم، ثمة جيش جرار من هؤلاء لم يزل في مواقعه التي تمكنه من نهب نسبة معتبرة من الأموال المطلق سراحها للتو، مثلما فعل ذلك من قبل فتسبب في تعطيل هذه المشاريع أو تأجيل تنفيذها. عدنان حسين يتابع، ليس من الواضح الآن ما إذا كانت الهبة الحكومية ستحيي رميم العظام لكل هذه المشاريع أم ستقتصر على البعض منها ذراً للرمادي في العيون وعبوراً للمأزق الذي تواجهه الحكومة وسائر مؤسسات الدولة راهناً تحت وطأة الانتفاضة الشعبية. في موجة حراك شعبي وتظاهرات عارمة في مختلف المدن العراقية، وهو احتجاج على تردي كل شيء في هذا البلد الذي وصف بأنه أغنى بلد في العالم بحسب مقال للكاتب حكيم محسن في الزمان العراقية، ينتقد في قانون التقاعد للنواب. والسؤال الذي يطرح نفسه، ما هو الأساس القانوني لهذه التشريعات؟ وهل هذا هو الرد المناسب على مطالبات الشعب بحقوقه من خلال التظاهرات؟ ولماذا للنواب دون موظفي الدولة إبلاغ الخدمة إلى 15 سنة
ونصف الراتب لمن لم يبلغ 50 سنة من العمر. إن هذا القانون جريمة بحق الشعب العراقي لا ترتضيه شريعة ولن يرتضيه ضمير حي، لا سيما أن هذه هي رابع دورة برلمانية يشرع لها راتب تقاعدي، وللشعب العراقي أن يعرف كيف تنفق الميزانية ولماذا عانى ويعاني العراق أزمة مالية، إضافة إلى ظاهرة الفساد التي يتحدث عنها كل المسؤولين، ولن يجري محاسبة فاسد واحد. إن ذلك يعد بلا شك استهانة بمشاعر المتظاهرين، بل بالشعب العراقي، لأن المتظاهرين هم ممثلون ومعبرون عن مطالب شعب عانى الكثير. أي دولة تمنح النواب راتبا تقاعديا هكذا؟ نعم، غرائب وعجائب شاهدها العراق بعد الاحتلال. الهجرة من الأوطان من الآفات التي ابتليت بها الشعوب التي وقعت ضحية الاستعمار والحروب الأهلية وضياع مفهوم الدولة وغياب الحرية الفكرية عن عيد العراقيين وطقوسه أو العراقيين وطقوسه في الغربة، كتب جاسم الشمري في موقع عربي 21. نتابع. الإحصائيات عن أعداد العراقيين في الخارج غير دقيقة، وذلك لأن نسبة ما من العراقيين ذابت في مجتمعات التي هاجرت أو هجرت إليها، وبالمحصلة لا توجد إحصائيات دقيقة لأعدادهم في الخارج. ويمكن القول وبحسب إحصائيات سابقة لمفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة إن هناك أكثر من 4 ملايين لاجئ عراقي في جميع أنحاء العالم. العراقيون المطاردون أو المهجرون في دول العالم المختلفة هم في الغالب في نظر الحكومة إما من الإرهابيين أو المخربين أو غيرها من الصفات الباطلة الماحقة لإنسانية الإنسان والطاردة لحالة الالتصاق بفكرة العودة إلى الوطن، لأنهم أي حكام بغداد لم يفكروا بترميم أرضية العودة للمغتربين، بل على خلاف ذلك هم يزيدون من حجم الهوة التي تفصلهم عن الوطن، وكأنهم يقولون لهم لا تفكروا بالعودة إلى العراق. ويضيف الكاتب: العراقيون في دول العالم المختلفة يأملون أن يكون عيدهم الحقيقي بالعودة إلى حضن الوطن والخلاص من حالة الضياع الفكري والنفسي والجسدي. هل تنجح التحالفات الدولية ضد عقوبات أمريكا؟ سؤال طرحه الكاتب محمد زاهد جل في مقال له نشر في صحيفة القدس العربي. المشكلة التي تشهدها العلاقات التركية الأمريكية هي جزء من المشاكل التي تعيشها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع العالم. إن سياسة العقوبات المتبادلة تدل على رغبة الحكومات السياسية على استثمار مثل هذه القضايا لتحقيق مكاسب أخرى، بينما تكون الآثار السلبية على المواطنين والشركات في كلا الدولتين. فهناك نسبة تبلغ 90% من الخبراء الاقتصاديين الأمريكيين يرون أن العقوبات الأمريكية على الدول الأخرى بما فيها تركيا تضر بالاقتصاد الأمريكي وبمصالح الشركات الأمريكية، فهذه الشركات ترفض سياسة العقوبات التي ينتهجها ترامب لأنها تتضرر بعقوبات ترامب على الآخرين وتتضرر بعقوبات الدول الأخرى على أمريكا أيضاً، فلا مصالح للشعوب والشركات التجارية بسياسة العقوبات إطلاقاً، والشركات الأمريكية ترفض عروض ترامب لتعويضها وتطالبه الالتزام بحرية التجارة العالمية وتطالب بسياسة الاحتكام إلى قوانين السوق العالمية الحرة. ويضيف محمد زايد جول إن تركيا سوف تجد نفسها تقترب من حل مشاكلها مع أمريكا بشكل أسرع وأكثر أماناً، لأن حل المشاكل بينهما سوف يجد طريقه عبر القنوات الدبلوماسية وليس عبر طريق العقوبات ولا التهديد، وهو ما يأمله الشعب التركي.
لم يبقى الكثير من قمة هلسنكي بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب بعد تصريحات مستشار الأخير جون بولتون عن بقاء القوات الأمريكية في سوريا، بحسب الكاتب وليد شقير في مقال له منشور بصحيفة الحياة. وبمقدار سعي موسكو إلى الإفادة من تسليم ترامب بأن لها اليد العليا في سوريا وأنه مستعد لعقد صفقة معها، ففي واشنطن ما زال رجال البنتاغون وبعض الخارجية والاستخبارات عند قناعتهم بأن روسيا عالقة في سوريا، وهي العبارة التي رددها بولتون أول من أمس. هؤلاء يدعون إلى الإفادة بدورهم من حاجة الكرملين إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لأنه مقتنع بأن ولوج الحلول للأزمة السورية وإعادة النازحين وإعادة الإعمار غير ممكنة من دون هذا الاتفاق. واشنطن باتت تأخذ بنصيحة بعض خبرائها في المنطقة حول ذلك، مستعينين بالمثل القائل: أنت حطمتها، أنت أصلحها وخذها. وروسيا ليست في وارد تحمل كلفة إصلاحها، بل تريد إغراء دول الغرب كي تنفق الأموال على إعادة الإعمار عبر خطتها لإعادة النازحين، فيما هذه الدول تشترط حلاً سياسياً وفق القرار 2254. وإذا لم تحصل مفاجأة من النوع الذي اعتاد ترامب أن يتحفنا به بأن يصدر قراراً بسحب قواته من بلاد الشام من دون سابق إنذار، فإن الإعلان الأمريكي عن بقاء هذه القوات يشكل انقلاباً على تأكيده قبل أشهر أنه يريد انسحاباً في أسرع وقت، وعلى تحضيرات طلبها لتنفيذ وعده هذا في موعد قيل إنه في 22 نوفمبر المقبل كحد أقصى. عن سلوك النظام الإيراني وألاعيبه كتب راجح الخوري مقالاً في صحيفة الشرق الأوسط. لنكن واضحين، لا نريد تغيير النظام الإيراني. هذه الكلمات التي جاءت بعدما كان ترامب قد فاجأ العالم في 29 يوليو تموز الماضي بإعلانه أنه مستعد للقاء القادة الإيرانيين من دون شروط مسبقة وفي أي وقت يريدون، بدت للمراقبين بمثابة رسالة دعم للدبلوماسية السرية العمانية التي يبدو أنها عادت إلى التحرك في محاولة لإحياء قناة مسقط للتفاوض بين واشنطن وطهران، ولكن في ظل دفتر شروط جديدة وضعها ترامب يهدف إلى إحداث تغيير جذري ملموس في سلوكيات النظام الإيراني في الداخل والخارج. ولكن هل يمكن للنظام الإيراني الذي قام على العربدة الإقليمية منذ 40 عاماً والذي لا يتوانى عن الإعلان والمفاخرة بأنه يسيطر على 4 عواصم عربية ويقول إنه قوة محورية مسيطرة في المنطقة، أن يغير سلوكه الداخلي والخارجي؟ ويضيف الكاتب: قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمة الله فلاحت بشا إن مفاوضة أمريكا ليست من المحرمات، وإنه يجب إنشاء خط أحمر ساخن بين البلدين، لكن الأهم يبقى في السؤال: هل يقدر النظام الإيراني إن غير سلوكه أن يبقى؟
أعلنت اتش بي الأمريكية عن طرح سماعات رأس تتضمن تقنية لتبريد الأذنين خلال جلسات اللعب الطويلة على الإنترنت. وقالت الشركة إنها ستطرح سماعات الرأس الجديدة مايند فريم للبيع اعتباراً من أكتوبر تشرين الأول بسعر $200. ويعد أحد أسوأ الأشياء المتعلقة بسماعات الأذن أن مرتديها يشعر بالحرارة وعدم الراحة بعد بضع ساعات من استخدامها. إلى الكاريكاتير. نهاية الصدى لهذا اليوم، شكراً على المتابعة، إلى اللقاء.